تغني أنا حدي غير كل شيء أصير كلها بعندي أنا تبي تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حدي قادري يعني إيه اللمة واللمة ملتمة مجموعة لو حبيت كل شيء المعنى والكلمة الفكرة والبسمة عشان أهلك ويت أرحب فيكم متابعينا في برنامج جاذرنج. اليوم برنامجنا غير لنا فيه ضيف وفيه موضوع حلقة. وأحب أقول حق محمد الزيد الله يوفقك امتحاناتك في مصر، راح يغيب على البرنامج أسبوعين، بعدها راح يرد إن شاء الله مع الشهادة، فرحنا إحنا وأهله. واللي بيشاركنا بتويتر آد جاذرنج شو، اللي بيشاركنا فيسبوك جاذرنج شو. اليوم برنامجنا غير لنا فيه ضيف صراحة راح يمتعنا، موضوعنا ولا أحلى. وراح فيك يعطيك العافية شباب بنات، حياكم الله. طبعا اليوم موضوعنا وايد حلو وايد شيق، نفس ما تعودتوا على مواضيعنا. اليوم راح يكون عندنا ضيف، ما راح اقول لكم من الضيف ولا راح اقول لكم شو الموضوع. اذكركم بتويتر فيسبوك فيسبوك @فيسبوك جاذرينج شو، تويتر @جاذرينج شو. طبعا اقول حق حمود زيد ترد لنا بالسلامه ومكانك مبين والله يوفقك ان شاء الله. حمود جلاد مساكم الله بالخير شباب بنات، اكيد مثل ما عودناكم اليوم الحلقه ان شاء الله باذن الله راح تكون مميزه، والحلقه راح تكون صراحه فيها نوع من الفرش والفرفشه والعالم اللي متخشخشه يمين وشمال. اقول اطلعوا وتعالوا عندنا هني، ترى احنا اليوم حلقتنا فله فله، اكيد بضيفنا واكيد بموضوع حلقتنا وغير كذي كذي. واليوم واحد يعني واحد راح نقول موضوع الحلقه اللي مو راضين نقوله، اكيد اللي احنا مو راضي يعني يطلع ويانا، ونبي مشاركاتكم الحلوه اكيد على الفيسبوك، عشان احنا امس واللي قبله ما قاعد نقرا يعني لا الفيسبوك ولا التويتر، فان شاء الله اليوم يعني راح نقرا لكم مبكر مبكر عشان تقولون ما نسيناكم. وش اسمه اي حمود على طاري هذا، بغيت تقول لي شغله انت قبل الهوا، سويت امس؟ سويت امس انا راح اقول لك شنو سويت امس، وقبل لا اقول كنت معي تبع البرنامج بعدها مشيت عنك. بعدين احنا طبعا انت رحت القرين وانا رحت البيت. قبل لا اقول شنو هذا بقول اهداء خاص حق اكيد حبيبي واخوي ورفيجي علي ميرزا، اقول له احلى حبتين لا، وحق بناته الصغار والله يخلي لك اياهم، وانت زلم يا زلم وانت تدري ليش. انزين موضوع امس انا صراحه يا اخي وايد شيء ضايقني حمود. انا يم بيتنا في جامعه، والجامعه هذه صراحه يعني لا اي جامعه؟ والله ما ادري عنها، كنا جامعه امريكيه ولا ما ادري، والله جامعه بس ما ادري، بس يعني مو حتى اسم مو محطوط لها اسم، بس اللي اعرف ان هذه جامعه. انا طول الوقت عبالي ان هذا معهد حمود، تخيل يعني انت حتى لو كانوا طلاب معاهد او طلاب جامعه او ان هذا العالم هذيلي، انا اكثر من مره اطلع وتناجر وياهم واقول لهم لا احد يصفط مصفط مو له، يجي عادي يصفط سيارته يحطها تحت المظله كاشخ الاخ صاعد رايح الجامعه يخلص الكلاسات مالته، وانا اتم قاعد بالشارع ناطر لين الشاب اللطيف يخلص لي الساعه 10 بالليل، وينزل يقول لي مثلا والله ما ادري ما حد قال لي مو محطوط شو اسمه ممنوع الوقوف. حمود انا خليني اقول لك شغله على طار البيوت اللي يم الجامعه، حتى احنا عندنا كليتنا كيفان باداب في بيوت يم الجامعه. زين مرات حمود في متاخر انت ماكو مواقف تصفط على الشارع يخالفونك، ففي بعض الناس يصفطون وين بالبيوت. مع الايام راعي البيت ايش سوى حمود؟ حط الحاجز، عرفت الاصفر واسود اللي ممنوع الوقوف، حط كله حدايد ما حد يدخل الا اهل البيت. تخيل يعني انت تخيل مني انت تخيل انت حمود شو تقول صح؟ انا المظله مالتي مظله خاصه، مبينه مظله خاصه يعني، لا يعني في ناس حمود ما عندها ذوق يعني شوف مظله خاصه وفي لها جنزير بعد يعني انه تحط يتسكر وانت لازم تنزل تفتحها عشان تبطل عشان تصفط، تخيل لاي درجه. فانا كنت امس صدق يعني خلاص ناوي نيه، انا ناطر نيه قشره امس، قلت ما راح اصعد مو حاط رقمه على السياره ولا شيء، تخيل يعني على الاقل انا مستعجل حط رقمه، احط رقمي ترى ضروري يعني إيه. وانا عشان عندي جامعه شيء لهذا، اذا وصلت دق علي انا اطلع شيء سياره، تخيل ماكو ولا شيء. طبعا انا متنرفز وفيني حراره، قلت بس ماكو
انا صراحه يمكن طاق لي 4 أو 5 من هالجامعه هذه بسبه الموضوع، فقلت هذا بكملها عليه وهذا السادس بكسره واللي فيها فيها. وقاعد ناطر 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 ناطر، ولا اشوف لك السياره قاعد تبطل ليتها ويبي يحرك بعد شلون يبي يحرك وانا مسكر عليه، يعني انا هذا اللي ذابحني. انزين نزلت ولا اشوف طلعت بنيه زيكم من الجامعه يمكن بيتي بالجامعه والله يا حمود زين. فانا طبعا معصب فما ادري شنو قطيت حكي قاعد هذا زين، فالبنت حسيت انه كشيت بالسياره انزين وكذي وخايفه، فطلعت كذي. فانا صراحه يعني حسيت نفسي ان انا تعاطفت وياها لان بنت، قلت لها اقسم بالله العظيم انت اللي اللي يعني اللي اللي خلاني انا يعني اغض النظر عنك ان انت انثى انت بنت، يعني انا ما ادري شنو قلت. لا اي الاشياء حمود يعني ما داعي اتكلم عنها يعني ايه ذوقيا يعني ذوقياً تصدق يعني بيت يمك لا تصفط فيه حمود. انا يمكن بهدلتها. خل هذا سمح الله يعني احد من بيتكم تعب مرض توديه الطبيب يعني توديه الطبيب تبي تطلع تبي هذا وصلت انت. بس المشكله اللي ضحك حمود ان انا البنت يعني مسكينه هي ورفيجاتها بعد السياره فانا قاعد بهدلها هي قاعد تكش وتسوي كذي فالبنت تطالعني كانت تقول لي خلصت؟ قلت لها خلصت. زين كانت تقول لي انا اسفه، قلت لها اسفه بعد شنو؟ قلت لها ما تبين بعد تصعدين فوق البيت تنامين وتحطين راسك وتنامينها. فالبنت ضحكت يعني انها قاعد تقول لي سوري ما سوري، كانت تقول لها يوم حسيت انها يعني صدق خلوقه. وقلت لها ترى اتوقع انا دائما يعني انا دائما اتناجر ويا الشباب، احس ان الشباب هم اللي شويه يعني بايعينها ومستهترين عادي اصفط اي مكان. تحس ان البنت دائما هي يعني ان تفتشل ان تصفط مكان مو لها هم اللوم يعني هم اللوم عليه هم اللوم على الجامعه حمود يعني مصافط ما تخيل يعني قبل ما تسوي الجامعه فكر كم العدد اللي تقبله وين تخيل وين انا بخلي العالم تصفط ماكو تخيل حمود ماكو يعني ذكرت انت بالساد جابر حمود يعني شوفوا الساد وملايين قاطعين ماكو مصافط مصافط كم 5000 لازم تروح تصفط بالفرجان اللي ورا عشان شي فانا ما في اي فانا يعني ابي اقول حق البنت يعني انا ما بيك تزعلين مني انا ما اعرفها والله وما اعرف اسمها بس اذا يعني كانت قاعد طالع ولا هذا ما بيش تزعلين ولا اعطها حبتين اي واحلى حبتين لك وحق رفيجاتك لاني انا امس حسيت ان انا كنت وايد يعني الرجل الاخضر كنت راح اقلب السياره في ايدي فانا اسف اذا قلت شيء بس انا ما اتوقع ان انا غلطت يعني بس اني انا كنت معصب وايد ان هذا مصفطي وانا راد ابي ارتاح ابي انام يعني فهي ما خلتني اصخ هدومي ولا خلتني اتسبح ولا خلتني ابدل ناطر ابي اشوف هالصبي هذا منو عشان ابي افرم ويها طلع مو صبي طلعت بنت احلى حبتين لك وانا اسف اذا كنت وايد واذا قد طالعنا شاركنا بتويتر اد قادرين شوف اي والله بالفيسبوك قادرين شوف بس ها اقسم بالله لا اشوف سيارتي ثاني مره تحت راح تكرين حياتك لا تصبطي ثاني مره تحت والله العظيم افنجر مو جواير خليهم يمشون على الرنقات بعد ما عندي روح تعال زين ابو جاسم انت ايش سويت تعال صدق على طاري امس انا حمود والله بعد البرنامج قلت لك انت بروح لقرين حق واحد من الشباب عشان عنده شغل يعني هم ماركات حق الجامعه وبس رحت له وبعدين ردت البيت زين ايش رايك نقرا الفيسبوك عندنا مشاركات حلوه جميله جدا سريعه عندنا فهفه تقول احلى مساء لكم جميعا وخاصه حق الدلع الاحساس الراقي والانوثه اسرار الغاليه انا والله صراحه اسرار اليوم لازم تخصمون عليها لازم تخصمون عليها يعني خذت سياره مو عندها حجه صح بس احنا ايش قلنا لا خلها عشان مطعم حمود لا شنو احنا خذينا فلوس المطعم خلاص هي امس دفعت لنا فلوس المطعم لا دام شيء خلاص خلاص بس ما لنا شغل فيها زين مساء الخير شباب وبنات منورين عبوره نايس جير احلى حبتين لك يا عبوره نايس جير انزين روان صالح يسعد لي مساكم منورين هلا والله وغلا احلى تحيه حقكم الجلاد شروق رضا والله يوفقك حمود زيد اكيد الله يوفقك ابو جاسم حبيبي انت اخوي ان شاء الله تروح وترد لنا بالسلامه وتكون يعني حليت الامتحانات يعني وان شاء الله يعني اخر امتحانات فاينل ويجيب يجيب شهاده الكويت عرفت وان شاء الله يا رب يفرحنا مستقر ومستمر ويانا انزين والله يوفقك حمود زيد واسرار ووينها اكيد متاخره كالعاده اكيد كالعاده يا روان صالح الجلاد بليز اغنيه يردون ان شاء الله من عيوني راح نغني الاغنيه هذه وعشان لا انسى راح اقول حق معدتنا فطوم العازمي تذكرني عشان ما انسى زين صمت الامل تحياتي محمد رضا انت مره كيوت ما شاء الله من شوشو اللي هي نوني السعوديه هذه نون السعوديه هي الكيوت يعطيك الف عافيه فهفها لو علاقه الناس تنتهي والنجوم من السماء تختفي ما عزتك في قلبي شمعه ما تنطفي للمتالق دوم اسرار اوكي مشكوره يا فهفها مرحبا شباب وبنات انا صديق جديد وبتمنى لكم التوفيق حسان رفحه
اوكي ابو جلاد وين شنبك؟ شكله طار مع الهواء. والله يا حبيبي هذا اول قطه اليوم. انا بغيت اقول لك شيء يعني بس انا ما اقدر اقول على الهواء زين. بس هو طبعا لازم تغيير يعني انا ما مو بعدين انا ترى على الفكره انا داقه بماكينه صفر يعني خشن يعني الشنب موجود فبس مالي خلق بس والله اوعدك لازم اسوي لك شنب شكلين ما بحكي هذا مبروم برم انزين فها نفس الكومنت انت طرشتيه قريناه انزين امل السبيعي لحقوا خبر حصري من انا كتبته الاعلاميه الاعلاميه والصحفيه مي شنو الصحفيه مي العيدان تكشف فضائح شمس الاعلاميه والصحفيه مي العيدان تكشف فضائح المغنيه شمس وتقول مي ان شمس تزعجني برسائل الناس وبدات برنامج ناسف عن الازعاج وسنرفع عليه يا بنت الحلال يا امل السبيعي خليك شويه بيكول يعني احنا ما نبي سوالف شكاوي وهذا بيطق هذا وهذا حاقد على نبي كلام نبي شيء جميل نبي سوالف حلوه شو اسمه عبور نايس جيرل تقول الله يوفقك حمود اكيد الله يوفق حمود زيد يعني اوكي عندنا كاتم الاحزان عطني وعد ما اشوف انا منك هجران واعطيك كل الحب واعطيك عمري حلو الكومنت صراحه تراني على حد القهر اوكي لا تخليني حمود الجلاد اي لاف يو ريون غير اوكي طلبتك لا تخليه ضايق صدري بالحال اوكي يعطيك الف عافيه ريون مشكور حبيب الجلاد سلمان بدرز اوكي البدرز احلى حبتين لك انا طبعا ما ازعل منك فديت روحك ترى كله شنب لا راح ولا رد يعني حاله حال الزلف اذا شلته وحاله حال الشعر اذا قرعت وربيته زين اليوم موضوع ده حبوب الشنب زين اي والله صار موضوع الحلقه الشنب انزين عندنا شنو بعد يا الله عندنا طبعا شنو سياره اسرار الجديده اسرار خذت لها بورش مبارك لها نقول لها مبروك على البورش الجديد وتستاهل بنيتنا السوره ان شاء الله تشوف عليه الخير ويبعد عنها شر ان شاء الله رائد الجلاد مساء الخير منورين شباب بنات وخاصه حمود حبيبي احلى حبتين وسلامي للجميع احلى حبتين لك اخوي طبعا يسلم عليك حمود انزين طيب محمود اللي رايد دي جي ولا لا لا هذا اخوي طبعا بالمملكه الاردنيه الهاشميه وجه لك احلى تحيه وحق المملكه الاردنيه الهاشميه كلهم فوق راسي عندك شو اسمه اختي اشرق عليها اختبارات ما ادري صراحه دعواتكم لها اوكي اشرق اسم اختها اشرق انزين عليها اختبارات الله يوفقها ان شاء الله صمت الامل تستاهل كل خير الجلاد وين بتسافر بالاجازه روان صالح انا صراحه مقيم بالقناه فيعني اذا بغيتي تشوفيني انا راح اكون محلق عبر الخطوط الجويه الشاهديه فما راح اكون برا انزين احلى تحيه اكيد حق مخرجتنا المبدعه شريفه العمران توني يعني هي تطلع لها دائما بصوتها الجميل عبر الكنترول واحنا مستانسين عليها اوكي هلالي اوكي ليش سحبتوا على شروق ايش فيكم عليها والله ما سحبنا عليها شروق بروحها يعني هي سحبت علينا هي سحبت علينا ومشت طلعت اصلا بدون ما تقول حق احد انزين الجلاد حلو شكلك بدون شرب مشكوره حياتي انزين عبوره نايس جيت ان شاء الله طبعا اليوم يعني ما تكون الحلقه متافيه على شنبي يعني ماني مصدق صراحه اذا انا سويت شيء كل شيء تعليق على الشنب لا لان نظام مقير انت حمود انا والله صار لي اكثر من شهر تقريبا انه حاط شنب والشنب طولته مره واحده دقيته فهني انه صار تغيير حيل انه اوف منو هذا؟ انه مخلوق فضائي جديد انزين انا حسان رفع العبد الله صديقك الجديد من الاردن والنعم والله فوق راسي يا ولد العبد الله اوكي وين شو اسمه نونه العسوله ما اقدر ارد على شو اسمه اوكي الجلاد شنو سيارتها اي بورش كايمن ولا كريرا والله صراحه اسم سيارتها كريرا تارجا او تارجا اتوقع تارجا ها تارجا بس نتمنى لها كل خير ان شاء الله على السياره الجديده اوكي كابر قد ما تكابر وما شنو راضي وما تتحمل وصابر يلي الحياه من دونك حبيبي عذابها مره محمد رضا منو ريون غير يعطيك العافيه ريون وشيء مو بعيد عنك يعني ما شاء الله كل مره مدح مدح كلام حلو وكلام حلو ما يطلع الا من منو حمود من الناس الحلوين اكيد اكيد انزين عندنا شو اسمه صمت الامل تقول سلام مبدعين برنامجكم حلو مره موفقين واقوى حبتين